إدارة الوقت. هذا الوقت هو أول شيء ستحاسب عليه من الأشياء الأربعة التي أنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. أول شيء عن عمرك فيما أفنيته. هذا الوقت، هذه النعمة التي وهبك الله إياها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الوقت، فلذلك هذا الموضوع مهم جدا أيها الأحبة، لأن معظمنا يبدد معظم وقته. نسبة الذين يستثمرون أوقاتهم بشكل فعال قليلة جدا أيها الأحبة. للأسف اليوم غير المسلمين هم من يطبق تعاليم القرآن في استثمار الوقت، للأسف الشديد. طبعا بعض تعاليم القرآن مثل الصدق والعدالة وإتقان العمل والصدق في المواعيد والالتزام بالمواصفات القياسية، وهذا مبدأ قرآني على فكرة، يعني ابتعدنا عنه فتخلفنا كثيرا، وأخذ به الغرب وغير الغرب فتقدموا وتطوروا. اليوم أيها الأحبة سوف نتحدث عن تقنية مهمة جدا في استثمار وقتك وأنت نائم. الاكتشاف العلمي أيها الأحبة الذي حدث مؤخرا يقول بأن الدماغ ينظف نفسه من السموم أثناء النوم، يعني يستفيد من فترة النوم عندما ينام الإنسان وتهدأ أعضاؤه، فإن هذا الدماغ يبدأ بالعمل بصورة عالية جدا، يقوم بتنظيم الذكريات، معالجة المعلومات التي اكتسبها طيلة اليوم، بتنظيف السموم. هذه السموم المتراكمة في الخلايا ينظفها الدماغ أثناء النوم ويطردها. هي فترة راحة للدماغ ولكنها فترة عمل، راحة للجسم عفوا ولكنها فترة عمل بالنسبة للدماغ لا يتوقف. تماما مثل القلب، هل يتوقف قلبك وأنت نائم؟ لا يتوقف، يبقى يضخ الدم، ولو توقف لمات الإنسان. لذلك أيها الأحبة من الاكتشافات المهمة أن دماغك يبقى في حالة عمل أثناء النوم ويعالج المعلومات. هذا الاكتشاف الأول. الاكتشاف الثاني أن الإنسان عندما ينام تتوقف جميع الحواس مثل اللمس والتذوق والشم. هناك إنسان قد يموت مختنقا وهو نائم بسبب رائحة الغاز أو رائحة حريق ولا يشعر، لا يتنبه دماغه إلى هذه الرائحة، لأن حاسة الشم أو التذوق متوقف، حاسة اللمس تتوقف، تبقى حاسة، والنظر أيضا البصر يتوقف، تبقى حاسة واحدة هي السمع لا تتوقف. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الحاسة تبقى في حالة عمل أثناء النوم لتنبهنا إلى الأخطار التي من الممكن أن تحدق بنا. يعني مثلا هناك خطر حدث أثناء النوم في الليل وسمعت أحد يصرخ، ممكن طفل رضيع سقط على الأرض أو يؤذي نفسه فيصرخ، فالأم إذا كانت نائمة مباشرة تستيقظ لأن دماغها يعمل، وبالتالي يقوم الجسم برد فعل ويأخذ إجراء أنه يستيقظ لإنقاذ هذا الطفل. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن حاسة السمع تبقى في حالة عمل أيها الأحبة. أصبح لدينا إذن حقيقتين: الدماغ يعمل ينظم المعلومات ويرتب الذكريات، وحاسة السمع تعمل، أي أنك وأنت نائم عندما تسمع ذبذبات صوتية فإنها تدخل عبر الأذن إلى الدماغ، تتحول إلى إشارات كهربائية، يبدأ الدماغ بالتعامل معها على أنها معلومات ينبغي أن يقوم بترتيبها وتخزينها وتنظيمها. ومن هنا ترع تقنية تسمى تعلم أثناء النوم، تقنية جميلة جدا يستخدمونها أيضا في علاج الأطفال. فهناك عدد من الأطفال المرضى أو الأطفال الذين لديهم بعض الأمراض المزمنة يعالجونها بالموسيقى أثناء النوم. هذه الترددات الموسيقية تدخل إلى الدماغ فتحدث نوعا من التهدئة. طبعا أيها الأحبة الترددات الموسيقية بسيطة جدا، عبارة عن نغمات، ومع ذلك لها أثر شفائي. كيف بكلام الله تبارك وتعالى؟ كلام الله إذا استمعنا إليه بصوت مقرئ حسن الصوت أو عذب الصوت، فيه هذه النغمات أو العلامات التي يتناغم معها الدماغ ويهدأ لسماعها، وفيه معاني لغوية وإعجازية وقصص وعبر وإعجاز نفسي عظيم جدا، تدخل كل هذه المعلومات إلى دماغك. بالإضافة إلى ذلك قلنا هناك قوة شفائية في هذا القرآن،
قوة شفائية غريبة، لأنه كلام الله، والله أنبأنا عن ذلك عندما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن ينبغي عليك أيها الإنسان أن تستثمر فترة النوم كل يوم بالاستماع إلى القرآن الكريم. وأسهل طريقة أن تضع قريبا منك ولكن على بعد مترين تقريبا جهاز موبايل مثلا، أبسط وسيلة اليوم، طبعا تبعده مترين لتجنب آثار الموجات الكهرطيسية التي يبثها لأنها تؤثر على الدماغ، وتشغل صوت القرآن. وهناك برامج اليوم تستطيع أن تضع سورة معينة وتكررها، طبعا أنا أفعل ذلك، تكرر هذه السورة طيلة فترة النوم، فتجد أنك أثناء النوم أولا أول شيء يعني أول فائدة، ليس هناك أحلام مزعجة تتخلص منها، تنام بسرعة، ليس هناك قلق واضطرابات، يعني هذا الأسلوب مناسب لعلاج اضطرابات النوم. الشيء الثالث أن هذه السورة التي تسمعها أنت الآن وأنت نائم تدخل هذه المعاني إلى دماغك، فيقوم الدماغ بمعالجة هذه المعلومات وتخزينها. مثلا عندما تسمع آية معينة، لنقول مثلا: الله لطيف بعباد يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذه الآية عندما تسمعها وتكررها، هذه الآية في سورة الشورى عندما تسمعها وتتكرر هذه السورة وتتكرر هذه المعلومة تدخل إلى الدماغ فتحدث أثرا، تشعر بنتيجة هذا الاستماع المتكرر، تشعر بأن ثقتك برزق الله أصبحت أعلى، مع العلم أنك ستستيقظ وأنت لا تتذكر ما الذي حدث، ربما لا تتذكر، ولكن سوف تشعر بثقة أكبر أن الله هو الذي يرزق. يرزق الله، يرزق من يشاء، الله لطيف بعباده، لطيف بعباده تشعرك بأن الله معك ولطيف بك، فتعالج الوساوس والخوف التي يعاني منها بعض الناس، تعالج خوفك من المستقبل. يعني مثلا عندما تسمع، إذا كنت تستمع إلى مثلا سورة يوسف عليه السلام، سورة عظيمة جدا، أنا أنصح بالاستماع لهذه السورة أثناء النوم وبخاصة للأطفال. عندما تسمع وأنت نائم، مع أنك لا تشعر ولا تدرك ماذا تسمع، ولكن في داخلك خلايا الدماغ تقوم بالعمل والتنظيم والتفاعل مع كلام الله تبارك وتعالى. فعندما تسمع قول الله عز وجل على لسان سيدنا يعقوب عندما قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عندما تستمع هذا النداء كل يوم عدة مرات وأنت نائم: لا تيأسوا من روح الله، سوف تشعر بقوة غريبة تجعلك تتفائل وتجعلك أكثر أملا وتجعلك أكثر قربا ويقينا وثقة بالله عز وجل. لذلك هذا الأسلوب أيها الأحبة هو علاج لمشاكلك اليومية. يعني أنا مثلا لدي مشاكل طول اليوم، عندما أستمع إلى القرآن طول الليل أو فترة النوم، أستمع إلى القرآن طيلة فترة النوم وتدخل هذه الآيات وغيرها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضل، تدرك مباشرة وأنت نائم أن الله إذا أراد لك الخير لن يرده أحد، فيطمئن قلبك طيلة اليوم وتستطيع أن تستثمر وقتك بصورة أفضل. لأن معظم الذين لا يستطيعون القيام بأعمال مفيدة أثناء النوم فيلجأون إلى مواقع مثل يوتيوب، فيسبوك وغير ذلك، رؤية بعض المقاطع، فأنت تضيع جزء كبير من وقتك خلال النهار وأنت تشعر أنك غير قادر على أن تشاهد الفيديوهات العلمية أو الإيمانية أو أن تستمع للقرآن خلال النهار أو أن تتدبر القرآن أو أن تأخذ معلومات مفيدة تطور بها حياتك ودماغك وتطور بها مستواك الثقافي. ما الذي يجعلك عاجزا عن التعلم وزيارة المواقع المفيدة فتلجأ إلى هذه المواقع السهلة التي لا تحتاج إلى تفكير كثير؟ العملية بسيطة أيها الأحبة، الذي يجعلك تقوم بذلك أنك في داخلك غير مطمئن، لديك مخاوف، لديك هموم، لديك مشاكل لا تجد لها حلا، فتجد نفسك أنك تلجأ إلى هذه الوسائل لحرق الوقت، وهذا أخطر شيء، أن كثير من الناس يقومون بحرق أوقاتهم. فأنت عندما تقوم بحرق هذا الوقت له أسباب، هذه الظاهرة لها أسباب أيها الأحبة: الشعور بالملل، بالضيق، بالهم، بالحزن أحيانا،
الاكتئاب، فقدان الثقة من كل شيء، فقدان الثقة من الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة أقول دائما إن استماعك للقرآن أثناء النوم له مفعول السحر. هذا الكلام الذي يدخل إلى دماغك يعطيك طمأنينة. الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنت عندما تضمن أن قلبك مطمئن، ثقتك بالله عالية جدا، تريد أن تقوم بأعمال الخير والبر، لأن هذه الدنيا قصيرة. هذا هو تأثير القرآن عليك من دون أن تشعر حتى وأنت نائم. تريد أن تقوم بالدعوة إلى الله، تريد أن تقوم بعمل صالح لكي تلقى به الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتجد أن وقتك أصبح أمامك متاحا، والهموم زالت، الطمأنينة والسكينة ملأت حياتك، وبدأت بالإنتاج. إذن المعادلة بسيطة: إذا أردت أن تطمئن وتستثمر وقتك في النهار، استثمر نومك من خلال الاستماع إلى سورة محددة من سور القرآن تكررها طوال فترة نومك، سواء بالنهار أو بالليل. بملخص لهذه الحلقة: أول شيء أيها الأحبة أن فترة النوم مهمة جدا، فترة الإفطار أو الغداء أو العشاء أو الزمن الذي يضيعه الإنسان على أعماله اليومية أو الاعتيادي أو أثناء العمل أو في مثلا السيارة أثناء ذهابه إلى العمل أو الدراسة أو كذا، يضيع وقت كبير جدا. هذا الوقت إذا تم استثماره بالاستماع إلى القرآن، فقط الاستماع، وتحاول أن تستمع بخشوع، ليس مجرد أن تلهو وتترك القرآن يعمل، لا، أن تستمع بخشوع، أن تركز مع كلام الله تبارك وتعالى. الحقيقة النتيجة المؤكدة 100%، وهذا عن تجربة طبعا، أن حياتك كلها ستتغير بمجرد أن تستمع للقرآن. يعني الآن هناك الكثير من البيوت فيها مشاكل، مشاكل أسرية بشكل عام. جربوا هذا الأسلوب البسيط، حاول أن تضع صوت القرآن ليلا نهارا في هذا البيت فقط، بحيث أنك تستمع وأنت نائم أو وأنت جالس أو وأنت بكل أحوالك. سوف تجد بالفعل أن الحياة تغيرت، لأن الملائكة أيها الأحبة تحضر لتستمع الذكر. على فكرة يعني ملائكة الله تبارك وتعالى يأتون يتتبعون مواضع الذكر، وهذا الصوت، صوت القرآن، عندما يعمل في هذا البيت فهذا سبب لحضور الملائكة ولطرد الشياطين. وبالتالي بالإضافة للفوائد التي ستجنيها أنت، أيضا ستبعد الشيطان عن حياتك وبيتك. والشيطان معروف أنه يحاول أن يضيع وقتك، لأضلنهم ولأمنينهم إلى آخره، تعهد بإغواء البشر. كيف يغوي البشر؟ من خلال جعلهم يضيعون أوقاتهم في أشياء تافهة. وأخيرا أيها الأحبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.